اللي أخذنا نحدد عن فريد فريد لاب أنا أخذتين هم عن طريق الروت لوكس أو عن طريق البودي بلوك اللي هو عشرينه الروت لوكس أخذناها من ثلاث حالات البودي بلوك نخليه الأول حالتين ونفوض نأخذ الحالة الثالثة يمكن أخذنا الحالة الثالثة صراحة المهم ف بايبود لوكس نجد الثالثة بايبود بلوك نجد الثالثة بين هذول يكون محاضرة واحدة اللي هي مال فرضت تمام هذا تعتمد على روت لوك. أنا نفس السؤال. لا هاي. أكيد السؤال مثل محاضرة اللعب هم اعتمدنا على مثال بني. أكيد محاضرة مع الفرن راح تلقين بالنهاية أكو مكتوب homework example 20/6/26 ما تمام هذا homework. فهذا المرشح يجي أكثر من سؤال المحاضرة الحال ما المرشد من المنظر أسهل من المثال اللي في المحاضرة فأشهر ما يجي نحل أشهر فرق عن السيستم اللي كان يجيني قبل قبل إيش كان يجيني؟ سيستم عادي ويجيني إدخال إفراج وفيدباك أطلع منه كلوز لوب واجد مثلا نيت او لاك او اي شيء تمام هذه عباره عن ايش صار عندي صار عندي سيستم ثاني هوني وسيستم ثالث هوني اجد هذول كلهم احولهم الى بلوك واحد وبالتالي احطي هكذا واخلي هذا الوايد الاخير اليونتي فيدباك يعني هذا وهذا وهذا هذا الشيء اللي هذول وصلوا بعدين تقريبا يرجع السؤال حاله هذا النيت واللاك العادي نجي للمرحلة الثانية شوي هذا البلوك وهذا البلوك لازم ينعرف زي هذا البلوك هاي مراجعة للمرحلة الواحدة وعندي هون بلوك هذا ليش علاقة بيناتهم توازي هسه صارت فيدباك التوازي كانت مثلا جي 1 بلس ماينس جي 2 نجمعهم او نطرحهم حسب الاشاره من صم النوت تمام؟ التوازي ضرب جي 1 في جي 2 التوازي ايش من علاقه مالهم؟ السيستم الجديد يطلع لي جي 1 على 1 زائد جي 1 اللي هو هذا في اتش أخذنا علاقة التوازي والفيدباك على بس أجل السيستم فهذا العلاقة ليش عندي؟ هذا وهذا شنو؟ هي فيدباك فيدباك يطلع السيستم أخذ مع هذا شنو؟ توالي وطلع السيستم توالي ولا توازي تأخذه؟ هسه هذول اثنين هذول فيدباك يطلع السيستم أخذ مع هذا توالي توالي إيه بعدين السيستم الأخير اللي طلع منه الكلوز تمام؟ أسأل 10 على S plus 1 إحنا شنو قانون الفيدباك قلنا؟ G of S على 1 زائد G في H هذا G of S على 1 زائد G هي 10 S plus 1 في H اللي هي شنو؟ K هاي K راح نضرب مع البسطة حتصير هذا الشيء واضح كل التوضيح من الرياضيات ما احنا تمام؟ هاي السيشن جدا الخطوة اللي بعدها هذا ليش عملنا؟ واحد مقامات عمل تجمع هذا ينزل من تسمى او يبين 10 اس بلس 1 هذا ليه واحد مقامات اللي هو ايش راح يكون المقام؟ اس زائد 1 على هذه اس زائد 1 كلهم موجودين فيها يعني اس زائد 1 هذه على هذه 1 1 زائد 10 كي زائد 10 اذا هذا المقام S زائد 1 زائد 10 كي على S زائد 1 هسه هاي شو نبسطها شوية نقلب الأول نقلب القسم إلى ضرب الأول ينزل نفسه والثاني ينزل بالنقطة 10 على S plus 1 في هذا ينزل بالعكس S plus 1 على S plus 1 زائد 10 أختصر هذا مع هذا
يطلع لي هذا السيستم. هذا السيستم كلش بينو، هذا السيستم اللي طلع هون وكانه صاب لك وين كل التوالي معه واحد زائد اس، واحد على اس، واحد على اس. لعب هذا الاس ايش راح يصير بيها؟ تتوزع على الثالث. لا شنو عم تقول؟ انت اعتذر بس بس ممكن هم نأخذ عنه مشتري نخلي برا القوس. لا ما نحل نفس الحل، نصغر هذا الحل. لا ضرب عسل، 10 على S في S S تربيع S في 1 S 10 K S. هذا سيستم صار جديد، الأوبن لوب وكأنه صار عندي هذا إدخال سيستم إخراج وباقي لي هذا بيوصل. هل كده هاي البلوك واحد اثنين ثلاثة صار بلوك؟ هذا كله ايش عملنا هسه؟ كده اخذنا يونتي فيدباك. يونتي فيدباك ما يحتاج اطبق هذا القانون، عندنا قانون او اختصار، ما دام الفيدباك عبارة عن يونتي يعني واحد، اقول البوست انزل نفسه على المقام زائدة من البوست، البوست انزل نفسه 10. نكتبه يونس السنة دي، البوست انزل نفسه على المقام زائدا البسط يعني S تربيع زائدا S زائد 10 KS زائدا 10 اللي هو البسط. أخذت يونتي فيدباك طلع عندي هذا السيستم. متأكد من الثواني؟ تمام. نفس الخطوة اللي نفس الخطوات اللي نتبعها مع المحاضرة النظرية، بس هذا مجرد مثال بس. والتغيير الكي ظلت، الواحد على اس ظلت، التغيير بس في هذا السيستم نفسه اللي صار عن المحاضرة النظرية. تمام. الخطوة اللي بعدها شنو؟ هسه طلعت هذا شنو؟ جي اوف اس. ايه كروز ديفلوبمنت جي اوف اس. ايش عملنا؟ اخذ اخذ المقام صفره اقسمه على الحدود اللي تحوي على كي. فايش عملت؟ دائما اختصر، اقول كي كابيتال، كي كبير تساوي 10 كي، هاي ال 10 كي كلها مثلتوها بكي كابيتال. عم تسهل شغل جدا. تمام. زين، المعادلة ايش صارت؟ المقام اس تربيع زائد اس زائد ال 10 كي ايش صارت؟ كي كبيرة. ايش يمنا؟ اس زائد 10. نقسم هذه المعادلة كلها على منو؟ على كل الحدود عدا اللي تحوي على كي. تمام. تمام؟ فايش نحدد اللي يحوي على كي؟ كي اس. معناتها اقسم على كل الحدود اللي هي اس تربيع زائد اس زائدا 10، بس اللي بيها كي. ها كلها قواعد ترى، اكتب يعني شعر بالانجليزي اكتب شعر. راح اعمل خدعة بسيطة ابسط بيها هذه المعادلة. راح احرك ال 10 اجيبها هوني والكي اس اوديها هنا. هذه ال 10 وهاي الكي اس. بهذه الحالة ايش عملت؟ تعمل تفادي اختصار. احط هذول بين قوسين وهذه واحد، هذه على هذه ايش قد؟ واحد واحد زائد بقى لي كي اس على المقام نفسه اس تربيع زائد اس زائد اس. هاي المعادله اللي هرسم له لوكس. وضحت؟ تمام. هو موضحها بخطوتين، وضحناها كل الرياضيات. هو نفس مروت لوكس وكان هالكلمه تكون ها؟ يعني بس ما أستطيع أن يجب أن يكون قيمة الكي لو بود بلوك كان طلع بس ماش؟ أصل حد الآن أنت مش معطيني بالسؤال؟ معطيني شيء واحد اللي هو زيتة تساوي أوبن سبب. فجد البوز والزيرو الفيد كنترول سيستم يحقق لي هاي الزيت أوبن سبب. أنا عندي هذا السيستم اللي طلعته منه، من هذا السيستم ألاحظ كم زيرو عندي؟ واحد. أشقد قيمته؟ زين البوز أشقد؟ تستور هاي الحلة تمام؟ أشقد يطلعون؟ ناخذ الحل دستور ما سهل. ماينس 5 زائد ناقص جي 3.122 المقام. هسه هذه المقام صار ممكن نقول ان كان اكو طريقه بالحاسب العلمي مباشره يطلع الناتج. والله اذا اكو حاول على المعادله، حاول حاسب على حل الايكويشن
بتكتب معامل الاس واحد معامل هاي واحد فهي على شكل لوجيك بس الحاسبة العلمية بيها كومبلكس الكاسي ما تطلع ما في الكاسي برمج جرب بيها كومبلكس بيطلع بيها جاي نيجي على رسم البوردر اسمعي فانا هذه المعادلة اللي حرسم عليها حددت 0 عندي 1 مكان الصفر حددته عندي 2 هو المكان ماينس 5 زائد ناقص جيدة هسا تقريبا خلص شغل الـ CSD من خلال شنو رسم الروتر بس انا احدد النقاط من بول و 0 اول نقطة للرسم الروتر بس ايش كانت؟ اصفق البول و 0 بالضبط بس الزيرو عندي عند الصفر الزيرو تمثل الدائرة على اكس زيرو دائرة استنى غير قليل معي واضح يصير امبرسر نجي عند البوز عندي ماينس خط ماينس ونص تقريبا هون دائما هون زائد ناخذ جي 3.1 يعني وحدوني زين الخطوة الثانية الرسم الرسم هي عندنا 8 خطوات بالتوازي تقريبا نحتاج 8 بعد 5 ولهذا شوي هذا الموضوع صار أول خطوة نسقط البول للزيرو ثاني خطوة نحط نعبو ايش نعبو شيء مسقط على الريل احط مسار او لا اذا كان عندي عدد فردي اكو مسار اذا عندي عدد زوجي ما احط مسار ما احط مسار حسب شيتو عباته كم شيء واحد عباته واحد احط مسار الى ان اصل شيء ثاني يوقفني ما عندي شيء ما انتهي اكو مسار مفتوح من خلال هذا المسار اللي توفر اكثر عليكم السلام من خلال هذا المسار اللي توفر هون عشان تتوقعون مسار البول والدائرة هذه عشان نحسب أذكر 2 بولز 1 0 هون هيكون عدد المسار يعني هو صح راح يلتقون وبعدين واحد يتجه على هذا والثاني هيك يروح يفنت تمام فنجي نشتغل روت لوكرز مع نقاط الالتقاء نجي نشتغل روت لوكرز مع المعاديات الصورة اللي في المرحلة تمام شلون يقفل الفيديو من موبايل عمل هذه كوساين الفا يعطيني زيتا معطيني اياه بالسؤال زين هوني بالعكس معطيني زيتا ويريد فناخذ كوساين انفيرس للزين كوساين انفيرس 0.7 يعطيني زاوية 45 أنا أصبت في حسب المسار الشمعي. حسب اسمه. فأنا 45 ما نسقطها هاي. تخيل زاوية 45. البول والزيرو اللاحة جدا هي نقطة التقاطع ما بين الرسم والروت لوكس مع هاي الزاوية اللي معطيني اياها. هذا الرسم. هاي واضحة؟ نعم. حسب الروت لوكس ايش مسقط عليه؟ هذا البول والزيرو. هذا الخط من جيبه. كوساين انفيرس زيتا اما زيتا اللي مطلوب بالسؤال فاللي مطلوب ان اصلا ما قلنا هذا راح يمشون هكذا يصلوا النقطه يلتقون بها هذه النقطه اجي اسقطها هكذا مثل البول والزيرو فعلى مدى من الرسم دقيق احاول اجد هذه النقطه اللي هوني انا ما اعرف شنو امشي هذا ايش كان اسم النقاط اللي جدا مهمه نمبر اوف بول اكو من المحاذيات اكو بعض اكو عدة اشياء تخرج منها اكو فد شيء يعني كثير سهل هاي نقطة ايش يسموها هاي ما محاذيات هاي نقطة فعلية ايش عرسي بيه من دول يتوب والمهم يلتق اللي هي ايش كانت
نمبر اوف براكس ها نوج ايه بريك ايه بالضبط هي عبارة عن معادلة تطلع تحقق لها فين وتحقق لها النقطة فهسين دي النقطتين كلش سهل نرسم بينات الكير قلل للنقطة اللي التقام بها مع الزاوية البريك ان والبريك اوي اشهر كانن قانون ماذا كيف تساوي سالب واحد على جي اي يعني كلوز كلوز جي اي جنة مطلعة اللي هي ليه رسمنا عليها تمام فها كده وين حطها هنا وكان سالب واحد وبالعكس راح اسينا كده صار اس تربيع بلس اس بلس عشان على اس ماينس هاي واحد اخذت المعادله اللي رسمتوها روت لوكس ايه هون سالب واحد عليها فقلبتوها هي للصفر هاي ما كان بالمقام صار بسط كان بالبسط صار بالمقام حتى تتخلص من السالب يعني هاي تمام هاي خلص من السالب دي في تيم الكنترول من حاجة الكي وين راحت محمد هو القانون كي تساوي تمام نوزع هذا السالب سالب ما كيف تصبر عن شوية معادلة سالب اس تربيع سالب اس سالب عشرة هسه شو عملنا ممكن نعوض عن كل اس بهذا القيمة او رمز سيجما عوضوها باكس عايش تخرج نفسك نفرضها اكس عن اسهل واشتقت المعادلة واساويها بالصفر نص زائد ناقص جي 3.1 فكان زيرو عندي واحد كان بول عندي اثنين هي من الزيرو هي من التوبو اتوقعت ان الروتا بس ماذا هذا التوبو يمشون لان كون المسار من جد اليسار يمشون يلتقون بهاي النقطة واحد هو على هذا الزيرو واحد يتجه نحو الانفينيتي هذا الخط من جبتونه هاي المعلومة الوحيدة اللي معطيني بالسؤال هاي ايش قد 9 لو 4 زيتا او 0.7 0.7 شو 7 هاي محمد بس تاخذ لك كوساين انفيرس تطلع زاوية 45 فهاي زاوية 45 خلص باقي بس ان ارسم رود لوكس بشكل دقيق اطلع النقطة اللي تتقاطع مع هاي الزاوية اللي معطيني اياها بالسؤال فهسا عاد احاول ان ارسم بروت لوكس بشكل دقيق اشرح مثلا كان ثلاث نقاط اضافيه بريك ان وبريك اواي كان مثلا اجد المحاذيات بس بما انه انا اذا طلعت هاي النقطه اللي التقام بيها وعندي نقطه تربط نفسه سهل ارسم كيرف بيناتهم واطلع نقطه اللي التقام فالنقطه كان اسمها بريك ان وبريك اواي القانون مالها كان هذا كي تساوي سالب واحد على جي اتش هسه تقول دائما بها كي دائما بها كي لان لو بلا كي مثلا هسه هذا السيستم اللي سقطوا 4 على اس زائد 2 هذا السيستم ايش راح يسقط؟ سقط النقطه واحده بالضبط ماكو محصل السيستم يعني حصل النقطه واحده الكي ايش تعمل؟ تحرك لي السيستم الكي 1 2 3 4 الكي هي سر تحريك السيستم فلازم عندي كي نيجي نطبق القانون مال بريك اند بريك اواي اللي هو هذا سالب واحد على كلوز الدوبل كلوز الدوبل كان وجدتوها سالب واحد على اكسل سالب واحد على كلوز الدوبل من تطلع سد الباب كلوز الدوبل مالك
ما تطلع سد الباب. المقام بصير الوسط، الوسط بصير مقام، وما ننسى إشارة السالب. هاي كانت واضحة؟ تمام. قبل كنا نعوض عن كل اس بهذه العلامة سيجما. أنا مش عارف قرر تحسبوها ستة أو تسعة حسبوها إكس. على شيء يعني هذا الدكتور؟ أنا بس رأيتين أجد هذه النقطة اللي تقوم بها. فالقانون بعد ما أقول كيف تساوي سالب واحد على كلوز لوب، هاي طبقتوها، عكستوا الكلوز لوب، المقام صار وسط والبسط صار مقام. ضفتوا إشارة السالب وزعتوها على الحدود كلها، عوضت عن كل اس باكس. تشتقي المعادلة تساويها بالصفر وتطلع قيم اكس. ما حصل المقام تربيع. ايه المقام في مشتقة البسط. المقام في مشتقة البسط. بس حط تربيع محمد. المقام صح. لا بس تتخلص فيها. البسط في مشتقة المقام. البسط اللي هو سالب اكس تربيع سالب اكس سالب 10 مشتقة المقام فقط. مثلا هذا السالب وزعه على 3 بحيث عندك كل الموجود. موجب هاي الاكس وزع على 2 راح يصير عندك سالب 2 اكس تربيع سالب 1 اكس. تعال بس بهذه المعادله هسه المقام عندك اكس تربيع سالب اكس مع موجب اكس وموجب 10 ناقص 2 اكس تربيع سالب اكس تربيع سالب 1 اكس تربيع هي سالب واحد يعني. المعادلة بعد ما اشتغل تساوي بالصفر في المقام ايش يسميهم؟ يروح. إذا عندي سالب اكس تربيع زائد 10 تساوي صفر اكس تربيع تساوي 10 بالجذر اكس تساوي جذر 10 ايش قد جذر 10؟ فالاكس تكون اما موجب سالب لا خلص اكو نقطة زين سؤال محمد هسه العفو بس بعد ما طلعنا الاكس ايش راح يساوي؟ هو هاي الامر تمام هسه طلعت عندك هاي النقاط تاخذ منها اللي تفيدك عندك موجب 3 عندك في النقطه هون؟ لا ما عندك عندك سالب 3 هي هاي فتحاول الرسم على ورقه تكون الرسم دقيق هتطلع عندك هذه النقطه تطلع 2.2 انا جاوبت على الدور بس بريك ان بريك اوي والنظر ما يحلو بريك ان بريك اوي ويقول حلو بريك اوي بس نطلع هاي 2 هاي كمان هاي كمان ضشي هذا لازم يحلو عن ما يسمع الله هذا سهل من التأمير ما هو أما قلب السيستم عوض عن كل سالب هاي اشنو هاي؟ 2.2 اشنو؟ بس لحظة يعيد اشنو وجدنا هاي؟ الاس تساوي سالب 2 من الرسم؟ اشنو جبت انا من الرسم؟ النقطة اللي التقت فيها بروتوكس مع زين نقطة انت ايه تمام البسط ممكن تكون معادله بسط ان هذه المعادله حليناها
يعني هذه اس تساوي سالب نص زائد ناقص جي كاش. اذا بدك تكتب الاس معها مشكل بس عبرها اس زائد نصف زائد ناقص جي كاش محمد بس وضح هذيك زائد ايش قد نصف؟ لا لا الكتابة اقصد حتى بالفيديو على مود شوية قبل الكتابة اي تمام اي هاي عاشت نعوض عن كل اس سالب 2 زائد جي 2 تطلع قيمة كي 3.4 هاي القيمة مشان هذا النص هاي المعادلة حلو الدستور هاي ما كم فوز الكيمة 2 فهاي فوز 2 محمد سؤال الكي شلون طلعت قيمتها؟ ايش نعوض؟ جاوب اشرح السؤال الكي ايش شلون طلعناه هنا؟ عوضنا عن كل اس بهذا ايه بعدين ايش راح نسوي حتى تطلع قيمة كي؟ ندخل على اقواس؟ هي مشكلتنا بالرياضية فلا يعني اذا دخل هاي الاس سالب 2.2 عليها الواحد يعني نشيل كل اس نعوض هذه هاي القيمة ايه نشيلها مكان كل اس مكان هاي وهاي وهاي الناتج راح يطلع عندك ها اي مواهي قلت لي شلون يطلع الناتج شلون راح نحله هسه هذا سالب 2.2 ومع النص مع الناس سالب قول بحل كنا داش تقريبا والجي 3 جمع مع الجي 2 ايه زائد جي 5 حلو في هذه سالب 2 مع النص قول سالب 1 زائد 3 مع 2 5 شوية راح تصير سالب 1 وشوي وبالمقام تنزل سالب 2 و 2 زائد 2 هاي شنو نحل لك انا حاول اقول راح تصير قيمه وزاويه هاي لازم نحلها بالكومبلكس بالمعادله سهله بالكاسه تطلع صح شوي زين بعدين ايش راح يصير هذا في هذا على ويطلع هاي خلاص الناتج يكتب حتى انا اقول فيديو هي هاي قيمة كي لا هي هاي قيمة كي نغير اشياء لا عرفان ما هي ايش اسمه الكي 10 نعوضهم بدال هاي ونقسم تطلع الناتج ما نقسمها على 10 يطلع الناتج شفت خلاص السؤال خلاص محمد خلاص السؤال عايش